مسجد الإمام أبي بكر بن عبد الله العيدروس الملقب بالعدني نسبة لسكناه هذه المدينة المباركة. هذا المسجد ارتبط اسمه بهذا الإمام المرشد المعلم العارف بالله ورسوله. ولد الإمام أبي بكر ابن عبد الله العيدروس العدني في مدينة تريم، مدينة العلم والعلماء والأولياء والصالحين. ثم بعد أن أكمل 30 من عمره توجه في رحلة خارج تريم، توجه عبر المكلا منها إلى الصومال وبالتحديد إلى مدينة زيلع. وهو في مدينة زيلع بلغه نبأ وفاة ابن عمه عمر ابن عبد الرحمن في مدينة الحمراء في محافظة لحج، فأتى الإمام العيدروس لأجل أن يحضر مراسيم العزاء. وعندما علم به أهل مدينة عدن أرسلوا إليه خطابا يودون فيه زيارته إلى مدينة لحج، لكن الإمام بدماثة أخلاقه طلب منهم أن لا يأتوا، بل هو سيأتي إليهم. وبالفعل توجه العيدروس إلى مدينة عدن كما ذكرت كتب التاريخ حوالي في عام 889 هجرية، وطلب منه أهل المدينة أن يمكث وأن يقيم فيها، فاستخار ربه سبحانه وتعالى وانشرح صدره وتيسرت له أسباب الإقامة في هذه المدينة المباركة. وبالفعل استوطن الإمام العيدروس مدينة عدن وأقام فيها وابتنى هذا الجامع المبارك الذي ارتبط باسمه، يسمى إلى الآن بمسجد الإمام أبي بكر ابن عبد الله العيدروس. عاش العيدروس في عدن حوالي 25 سنة مليئة بالعلم والعمل والإخلاص والصدق والمعرفة. لم يكن بحق مسجداً فقط، وإنما كان أشبه بالجامعة التي جمعت أشتات الناس وجمعت أفراداً من الناس كباراً وصغاراً وشباباً. الإمام العيدروس كان مصلحاً اجتماعياً، وكان رجلاً اهتدى بهديه فئام من الناس، واستفاد منه المئات من أبناء هذه المدينة المباركة. مسجد الإمام العيدروس إن أردنا أن نحدد وقت بنائه للمسجد، أغلب كتب التاريخ أوضحت أنه في السنة التي دخل فيها العيدروس إلى مدينة عدن. مع مرور السنوات تعاقب على هذا المسجد عشرات من الأئمة المجتهدين والعلماء الصالحين، إلى أن في عام حوالي 1996 تقريباً أنشئ رباط، والرباط بمعنى المعهد العلمي التربوي، سمي برباط الإمام العيدروس، تخرج منه مئات الطلبة. المسجد بني بتصميم معماري فريد، بل كما بلغنا أن المسجد أشرف على بنائه مهندسون من بلاد الهند، وبالذات قبة المعروفة بقبة الإمام العيدروس، فهذه أتى مهندسون متخصصون من بلاد الهند لأجل أن يصنعوها. وبلغني عن أحد كتاب التاريخ والتراث أنه لا توجد في اليمن قبتان بطراز معماري فريد ونادر ومتناسق إلا قبتان، ونفس الذين تولوا بناءهما هما الهنود، المهندسون الهنود، قبة الإمام العيدروس في عدن وقبة نبي الله هود عليه السلام في مدينة حضرموت.